راح تديوهم لي. لا لا هذاك هو المشروع نتاعي، هذاك هو اللي نرزق بهم. لا اخوتي ولا هدرت لهم واش درت لكم، اهتكم ربي ردوني رزقي. وهل من صرخة أكثر من هذه تحمل الألم والحسرة؟ الشيخ علاوة قارب 50 من عمره من دوار بلدية أولاد سسليمان بولاية بتنة، يستفيق ليعايش أحداث يومياته والتي لم يتوقع أن تكون هكذا. عصابة سرقة المواشي تسطو على إسطبله ليلا لتجرده من 37 رأس ماشية، يقول أنها مصدر رزقه الوحيد له ولأبنائه الخمسة. احنا روحنا هذاك هو رزقي، هذاك هو يعني انتم ما كانش جيتوا عندي، جيتوا عندي عندي غير ريوس هذوك 36 راس هذو اللي جيتوها لي، اللي جيتوها لي يعني ما شفتكمش، ما شفتكمش تديوني رزقي. ها لا 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 تديروا هكذا المنكر هذا، لا واش درت لكم ولله واش لا تديوهم لي. لا لا هذاك هو المشروع نتاعي، هذاك هو اللي نرزق بهم. لا اخوتي ولا هدرت لهم واش درت لكم، اهتكم ربي ردوني رزقي. اثار الالم الشديد لا زالت باديه على وجهه، تلاشت معها كل الامال وساءت مظاهر الحياه بالنسبه لعائله العم علاوه. هذاك هو رزق ولادي اللي اديتوه، راني معول على ربي وعلى الرزق، هذاك اللي اديتوه لي غير هما، ما عندي لا دار لا دو خاطي هما. هذه هي القوت تاعو، راك نحيت له قسمك، اذا هداك ربي اقلب له رزقك، اذا ما كاش راه موكلين عليك ربي. تال الاولياء اللي ما عندوش وراه طلاب وراه يبات بلاه وراه موكل عليك ربي، وراك رايح غدوه يوم القيامه كيشدك ربي العالمين بين يديه. رعب وتخوف وسط الفلاحين من تنامي ظاهرة سرقة المواشي، وسط مطالب بتدخل السلطات الأمنية ووضع حد لظاهرة باتت تتفاقم يوما بعد يوم، محولة حياة الكثيرين إلى جحيم.